مرحبا بكم في فيديو جديد، وموضوع اليوم هو كيف تطوي سروالك. موضوع اليوم هو طلب من احد المتابعين الاعزاء رمان ادارمو، وانا عملت فيديو مفصل عن الموضوع هذا باش نعلم لكم كيف ومتى ولماذا تطوي سروال. وقبل كل شيء، ان كنت جديد في القناه مرحبا بك. كنت تحب تتعلم الاناقه واحسن استعداد الشعر والملابس الكلاسيكيه والعصريه، ما عليك ان تشترك في القناه وقم بتفعيل المنبه لكي تصلك الاشعارات عند تحميل فيديو جديد. نبدا باول حاجه، واللي هي لماذا تطوي سروالك. السروال الجين وخاصه كيف يكون جديد عند احتكاكه بالحذاء ينجم يخلي تراس نتاع الصبغه نتاعو، وانت بالطبيعة متحبش تبزل الحذاء متاعك بالصبغة متاع السروال. كذلك تطوي السروال باش تزيد تبرز جمال الحذاء متاعك، وزادة باش تنقص القماش الزائد الأسفل باش تخليه منظر أنظف وأجمل. كذلك كانت شخص قصير القامة عند طي السروال سوف تظهر أطول بقليل. والآن كيف تطوي السروال؟ وعندنا زوج طرق. الطريقة الأولى هي تاخذ القماش الزائد الكل وتعمل طوية وتكبسه قد ما تحب أنت، ثم تطويه زوج طويات أخرين، وكان حسيت اللي هو ينجم يتحل تنجم تزيد طوية أخرى. أما المشكل أن المنظر مش نظيف ومش مزيان كما يلزم، هكا على الطريقة الثانية هي أحسن طريقة. والطريقة الثانية هي أنك تهز سروالك للخياط وتنقص في طول السروال كان أطول من اللازم، وكذلك تنقص في عرض السروال، وهكا تنجم تطوي سروالك كي راكد ويكون المنظر نظيف ومزيان أكثر. وكذلك الطوية لازم تكون صغيرة وما تكونش عريضة ياسر. والآن متى تطوي سروالك؟ بالنسبة لطوية السروال أحسن وقت لها هو فصل الصيف، وإنك تبدأ درجة الحرارة معتدلة بصفة عامة. ما لازمكش تطوي سروالك كي يشد الطقس بارد ياسر، على خاطر هكا باش تضر البشرة نتاعك. تنجم تطوي السروال نتاعك بجميع أنواع السروال ما عدا السروال الرسمي، على خاطر السروال هذايا ما تنجمش تطويه، لازمك تنقص في الطول نتاعو إلى حد كعب قدمك. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استنفعتوا منه. كان عندك أي تساؤلات ولا أي مواضيع تحبون نطرحها في المستقبل، خلي تعليق في الأسفل وإن شاء الله نلتقانا في الفيديو القادم.